السلام عليكم الاخوات، كديرات لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم، اليوم فيديو جديد ان شاء الله مع الخيرات ديال منطقه الفقي بن صالح. كيف ما كتشوفوا الزيت وصلتني الحمد لله والشكر لله بجوده عاليه. كيف ما كتشوفوا شوفوا اللون ديالها تبارك الله كيف خضر وغزال، تبارك الله خاطره وحلوه ما فيهاش المروريه. كيف ما كتاخذوها والناس اللي كيبغيوها بهذه الحلاوه ديالها. مرحبا بكم الاخوات، كيف ما قبل راك تشاركت معكم المعصره اللي كانت قدام منها تقريبا هذا العام السابع، والحمد لله كانت تعمل مع السيد الله يعمرها دار، وكنشكروا بزاف من هذا الفيديو هذا. وكيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للزيت، ها نتوما انا خويت هنايا في زليفه، شوفوا كيفاش دايره تبارك الله ما شاء الله غزاله، كتكون هكايا صافيه بحكم الفلتر اللي كيخدم بيه كيف ما شاركت معكم في الفيديو. كيف ما كتشوفوا الناس اللي كيتقداوها من عندي راه دائما شوفوا الكاء ديالها راه ما كتلقاوش فيه حتى شي حاجه الاخوات. هانتوما نصور لكم، هانتوما راه مفلتريه حيت الفلتر اللي عندو ما تيكونش عند جميع المعاصر، يعني عند معاصر قلال اللي نقولوا يعني قلال بزاف بزاف. هذاك الفلتر اللي كيخدم به غالي بزاف، يعني ما متوفرش عند جميع المعاصر. مرحبا بكم الاخوات اللي بغات الزيت، مرحبا والف مرحبا. اللي في كازا ولا خارج كازا يصيفطوا لاي بلاصه مرحبا بكم. بالنسبه للثمن ديالو راه داير 60 درهم الليترو، هذا العام ما كاينش ليترو، تنبيع غير 5 ليترو، ما خديتش الليترو هذا العام بحكم الحمد لله هذه سابع سنه، يعني الناس عرفوا الجوده والحمد لله كل عام كيلقاو الزيت كيف ما دائما زوينه وغزاله وحلوه. انا غنخلي لكم واحد الجزء ديال هذا الفيديو كيف ما تشوفوا معايا، شوفوا الفلتر كيفاش دايره وشوفوا الزيت تبارك الله كيفاش كتخرج منها ما شاء الله اللهم بارك. مرحبا بكم الاخوات. بالنسبه للناس اللي باغيين يتقداو الزيت مرحبا بكم، اتصلوا بيا على الرقم 06 4567 8 9 06. مرحبا بكم والف مرحبا. كنعاود نقول لكم الثمن راه 60 درهم وثمن مناسب الاخوات جدا جدا، راه في المعصره كيتباع ب 55 درهم. هذا العام تبارك الله الزيت غاليه ما شاء الله. مرحبا بكم بالحبابات، نخليو اليوم نفس الثمن شويه ديال البركه وما يتنفعوا حنا نتنفعوا، الله يجيب التيسير للجميع يا رب العالمين. ونخليكم هنايا ومرحبا والف مرحبا، اللي بغات شي حاجه مرحبا بها. وهنا نهايه الفيديو ان شاء الله، والى فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.